فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، أهلا بكم في الجزء الثاني من احتفالية القادرون باختلاف في النسخة الخامسة. مصر بلد غنية بشعبها بموهوبيها وملهميها، وده اللي هنشوفه دلوقتي في فيديو عن ملهمين من القادرون باختلاف. في أبطال كتير في حياتنا، يمكن مش كلنا شايفينهم، وكل يوم في بطل جديد بيتولد، عنده حلم، عنده هدف، عنده إرادة، ملهم لكل اللي حواليه. أول مرة جربت ركبت حصان كنت خايفة جدا، مرعوبة، خايفة منه بس مبسوطة في نفس الوقت. طبعا ساعتها ما كنتش اتخيل ان انا اوصل للي وصلت له دلوقتي، ان انا اول كفيفه في مصر والوطن العربي متسجله في الاتحاد المصري الفروسيه وبقفز حواجز. يعني الواحد بيبقى فعلا محتاج فرصه. الشخص العادي النورمال هيرسم بايده، انا لما اشوفه بيرسم بايده وانا بحب ارسم اقول انا مش عارف ارسم زيه بايدي، لا انا الاقي طريقه مميزه ليا وارسم ببقي، فانا كده قدرت ان انا ارسم بس بطريقه مختلفه عن الناس كلها. مش مجرد ان انا قعدت على كرسي متحرك خلاص كده حياتي انتهت. نزلت اول مره في حياتي الميه وانا مش بتحرك اصلا، بس كنتش اتخيل ان انا ابقى سباح وادخل بطولات محليه في الجمهوريه واوصل ان انا ابقى لاعب منتخب وان انا عبد المنش. ما كنتش متخيل خالص ان انا ممكن اوصل لحاجه زي كده. ليا كل الشرف ان انا اغني في شمال سيناء، بفضل الله اتصبت اخر مره في رجلي الاثنين، بس الرجل العسكري ما فيش حاجه عنده ان هو اسمه يفقد الامل، زي ما انت كنت بطل ورفعت العلم في الحرب، وبعد كده ربنا يكرمك وترفعه في الاولمبياد. في كلمه موجوده في المركز الاولمبي في سله رفع الاثقال بتقول ايه؟ لم تسعى اليها لن تاتي اليك. انا مريت في حياتي بحاجات كتير قوي، وكنت ضابط وبطل، بعد كده وصلت ان انا حصل لي الشلل الرباعي، ومش عارف حياتي هتستمر ازاي، لان انا كنت شايف ولادي بيبصوا لي زمان ان انا بطل، كنت عاوز دايما افضل في نظرهم افضل بطل. من هنا حصل نقطه تحول كبيره جدا في حياتي، وقدرت احقق في موسوعة جينيس الارقام القياسيه اول مريض شلل رباعي في العالم يختص لمده 6 ساعات تحت الميه. اترفضت في كل المدارس وقالوا إني عشان حالتي فأدخل مدرسة تنمية فكرية، لكن أنا اتحديت وأصريت وأسرتي دعمتني وتفوقت، وكنت متفوقة طول سنين دراستي، وطلعت من الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة جبت 99%. الأول ما تأت في الجامعة عندي أنا كنت لسه طالب وبخلص خلاص آخر سنة رابعة، أنا بقيت معيد عشان أنا شاطر وأنا بجتهد وبخش المحاضرات وبحضر الماجستير. ما اعتبرتهاش عجز، يعني اعتبرتها تحدي. عندي حاجة مش كاملة بس عوضتها عن حاجات تانية كتير، عوضتها عن سعي إرادة حولتها لنجاح. سن نجاحي ان مفيش مستحيل، واحنا نقدر نعمل كل حاجه، احنا لينا مكان ولينا صوت، وانا فخوره ان صوت قدرون باختلاف. ابطال طموحهم كبير واحلامهم حدودها السماء، فخورين بمشوارهم وباصرارهم على النجاح.